دافيه ينسون دافي كده احبالك الصوتيه، واضح انك انت بذلت مجهود. كل الاهلاويه امبارح الحقيقه تشجيع، واللي شاف الماتش امبارح، وطبعا انا يعني متوقع انه حتى اللي شافه في بيته كان في تجمعات اهل اصحاب. احنا طبعا تابعنا في النادي الاهلي، فكان في عشرات الالاف بيتابعوا المباراه. جو كان اكتر من رائع، والفرحه كمان كانت اكتر من رائعه. كابتن هاني اهلا بيك للمره الرابعه. ده الخمسه، انا بعد الخمسه. حلو الحقيقه. يمكن خلينا نتكلم كوره بقى، وعندنا فرصتنا نتكلم شويه. وانت كنت عايز تتكلم على مستر موسيماني وازاي ان هو ادار المباراه امبارح. يعني الراجل طبعا هو تقريبا غير من طريقه لعبه شويه، لان طبعا المباريات الكبيره زي دي والمباريات اللي هي بتبقى ماتش واحد وبتلعب على بطوله كبيره زي بطوله افريقيا، فبتعتمد على ان انت يبقى عندك كذا بلان مش بلان واحده. انت الراجل من ساعه ما جه هو بيتعامل ان هو بتلعب على الارض وبتلعب الكره الحديثه اللي هي مفيش لونج بول، بتلعب على الارض وبتتعامل وبتتحرك والكلام ده كله، بتبدا من الشناوي. امبارح طبعا نادي الزمالك حافظك برده كويس قوي، وقدر ان هو ما يخلاش تبدا من تحت. تمام، وبدا يضغط من قدام ضغط عالي، يعمل ضغط عالي على السردباكات بتوعنا. لكن الراجل موسيماني قدر ان هو يغير طريقه اللعب ويلعب على الهجمه الكونتر اتاك اللي هي الهجمه المرتده، وقدر ان هو يستغلها كويس. يعني انت يعني امبارح شفنا يعني كذا كوره، ان انت بتلعب بالكوره الطويله لمروان. مروان المفروض ان هو بيبقى محطه بيدي القفشه، قفشه بيطلع بيتحرك. امبارح برده شفنا حاجه كويسه، ان الباكين بتوعنا عمل مجهود خرافي، اذا كان محمد هاني او علي معلول. هو مش، انا عايز بس اوضح للناس ان انت مش شرط ان انت تبقى كويس ان انت بتهاجم بس، لا، انت ممكن تعمل مباراه كبيره جدا وبتعمل ماتش هايل، وباين ان انت بتعمل، باين مش باين ان انت بتعمل مجهود عالي، لكن انت بالتالي بتنفذ شغل المدير الفني وبتقفل نقاط معينه او بتقفل خطوط معينه للخصم بتاعك. امبارح ده اللي فعلا علي معلول عمله، وده ارتباطا بكلامك اللي كنت لسه بتقوله شويه وعلى مصادر الخطوره في الزمالك بن شرقي وزيزو. بالزبط. يعني الزمالك يمكن استحوذ في اوقات كتيره جدا من المباراه على الكره، لكن ما حسيناش انه في خطوره كبيره على الشناوي. طبيعي يا احمد، عشان انت بتلعب زون، فطبيعي ان انت الاريحيه هتبقى لعيبه الزمالك، لان انت بتنزل تحت الكوره من تلت الملعب، من تلت النص الملعب بتاعك، علشان تقفل، تخنق بلغه الكوره كده، تخنق على الخصم بتاعك ان هو ما يقدرش ان هو يلعب كوره على الارض. ده اللي شفناه امبارح. علي معلول حتى امبارح، علي معلول ما زادش كتير. علي معلول الطبيعي بتاعه ان هو دايما بيعمل الحته الهجوميه طاير. محمد هاني نفس الكلام، كان حدود، ليه حدود برده معينه ان هو بيطلع وبيرجع، لا كان معظم الوقت كان بيفضل واقف. ففعلا مستر موسيماني قدر ان هو فعلا يشتغل بذكاء كبير جدا 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 مع مباراه، عكس باتشيكو اللي هو برده ما عندوش حلول. الراجل نازل عنده القماشه اللي موجوده، قدر ان هو يستغل على قد ما يقدر ان هو يستغل الناس اللي موجوده معاه. لكن انا شايف ان الراجل وبرده عامل التوفيق، يعني عامل التوفيق برده امبارح كان مع النادي الاهلي، وده ما يعني مش عايزين نقلل من مجهود الخرافي اللي لعيبه الاهلي عملته. اسكان مش عايز اقول اسماء، كلهم كانوا نجوم بصراحه، لكن عايز اخص بالاخص ياسر ابراهيم وايمن اشرف والسوليه وحمدي فتحي ومحمد هاني وعلي معلول، وتقريبا كلهم يعني كلهم بصراحه كانوا كويسين. وعايز اقول برده حاجه يا احمد، ان الماتشات دي ممكن تكون انت فنيا مش عالي قوي، لكن حته الروح دي اللي بتفرق معاك. حته الروح فعلا فعلا، ودي اللي موجوده دايما في لعيبه النادي الاهلي. وما نظلمش برده يا كابتن هاني الاسماء اللي ما ظهرتش في التوب فورم بتاعتها، يعني في اسماء احنا كنا مستنيين منهم اكتر من كده شويه، ما ظهروش بالشكل اللي احنا متوقعينه، لانه الظروف اللي احاطت بالمباراه والضغط العصبي وغياب طبعاً عدد كبير طبعاً جدا من اللعيبه يمكن يكون اثر بشكل كبير برضو عليه. طبعا طبعا، انا يعني حتى لما كلمت اول كلام يا احمد قلت ان حتى العامل ليه دور كبير في ان البطوله دي، ان النادي الاهلي ياخد البطوله دي. أيوة. بالتالي برضو الناس اللي على الدكه، بالتالي الناس اللي مثلا لو زي ما انت قلت الناس اللي مش في التوب فورم بتاعهم، ناس مثلا واحد زي حسين الشحات. حسين الشحات طبعا معودنا ان هو طبعا يعني صفقه سوبر، وراجل من الاعمده الاساسيه للنادي الاهلي وبنعتمد عليه طبعا. اخر ماتش ليه في افريقيا الراجل كان مكسر الدنيا. بالظبط، فده طبيعي ان انت تضيع. ده مش أيوة. مش حاجه وحشه على فكره، ده حاجه كويسه، ميزه ان انت بتروح على جول وتضيع. احنا بنشوف بنزيما في ريال مدريد قعد فتره كبيره بيضيع حاجات كتير جدا، وفي نفس الوقت كان بيجيب في الماتشات المهمه. فهي نوعيه اللعيبه المهمه او اللعيبه الكبيره بتبان في المواقف اللي زي دي. طبعا حسين الشحات
سمعت حتى تصريحاته، انا عاجبني تصريحاته جدا، هادي جدا وبيتكلم باسلوب كويس، بيقول لك انا ايه المشكله ان انا ضايع، اهم حاجه ان احنا خدنا البطوله. وده فكر ان لعيبه النادي الاهلي، ان انت بتتكلم كتوتال كتيم ورك، مش بتتكلم انت عملت ايه او ضيعت ايه او جبت ايه. حتى افشل لما بيتكلم بيقول لك الفرقه كلها كسبت، النادي الاهلي هو اللي كسب، مفيش حاجه بتتخصص لحد او مفيش حاجه مثلا بتضاف لحد معين. الناس كلها بتفتكر ان قفشه هو مثلا اللي جاب الجول زي ابو تريكه كده في الصفاقس. لكن برضو نوعيه اللعيبه زي ما الكابتن الخطيب قال، نوعيه اللعيبه اللي موجوده فعلا لعيبه محترمه ولعيبه قماشه النادي الاهلي. فطبعا بقول لهم مبروك طبعا، ولسه قدامكم كتير، انتوا لسه صغيرين وقدامكم بطولات كتير، ودي يا رب تكون دي البدايه ان شاء الله للبطولات اللي جايه. يمكن يا كابتن كلنا كان في كذا سيناريو للمباراه في دماغنا من قبل المباراه، كنت شايف السيناريو ده انه هنجيب هدف بدري وبعدين يدخل فينا هدف وبعدين نقدر نجيب هدف الفوز في وقت قاطر وحاسم، ولا كنت شايف ان الماتش ممكن يخلص بسكور اكبر من كده؟ كانت ايه وقتها؟ هو كان ممكن يخلص بسكور في حاله واحده، ان انت بعد ما جبت الجول الاول تكمل ضغط، كان لازم تكمل ضغط. اللعيبه المفروض كان مستر موسيماني في الوقت ده ان هو يقول لهم يغير بقى الفكر شويه. انت يعني مش عايز اقول ما ينفعش ان انت تفضل حاطط بلان معينه، لا لا، لازم وانت شغال والماتش شغال في كذا سيناريو، دي لازم يبقى في دماغك ان انت بس ده كان وارد برضو يبقى سيناريو محتمل، يعني كان وارد انه بلان بي لو جبنا جون بدري يا رجاله هنرجع شويه ونخليهم يديهم على فكره. دي حاجه برضو ونروح في مرتدات دي بلان برضو. دي بلان يعني، دي بلان وانت برضو تقفل كويس، لان طبعا هيبقى في الفرقه الثانيه او نادي الزمالك عايز يتعوض طبعا، وهيبقى عنده شراسه اكتر ان هو عايز يعوض الهدف، فدي برضو حاجه من الحاجات. لكن انا قصدي انا كمدير فني لو انا كنت هضغط كمل ضغط بالظبط، لان الماتش انت ممكن تخلصه في 10 دقائق، احنا جايبين الجول في الدقيقه 6 تمام، والزمالك تقريبا كان يعني لسه ما دخلش في مود المباراه، وانت مضيع قبلها واحده بتاعت حسين الشحات على فكره كمان. يعني انت مضيع بعدها واحده بتاعت اجاي بالظبط. فانت كان ممكن الماتش يخلص بتاعت اجاي دي لو كانت جت كانت خلصت الماتش بدري جدا وريحتنا جدا طبعا. لكن الراجل طبعا الراجل برده حاجه تتحسب له ان هو قدر ان هو اشتغل على التنظيم بتاعه، وقدر ان هو يركز على البلان بتاعته اللي هو اشتغل عليها، والحمد لله ربنا كرمه. وفعلا هو الراجل باين ان هو عنده حاجات كتيره لسه هيشتغل عليها. وكمان انا شايف ان الناس اللي جت النادي الاهلي السنه دي برده، الصفقات اللي جت والاعارات اللي جت، حتى الراجل كان بيتكلم، اتفرجت عليه امبارح لحد الساعه 4 الفجر، الراجل واقعي جدا، بيتكلم بواقعيه شديده جدا، بيتكلم على الصفقات الجديده اللي جت، وان هو فعلا محتاج الصفقات دي، مش ان هو جايبها وخلاص، لا بيتكلم على كل واحد، كمان بالاخص على طاهر، بيتكلم على محمد شريف، بيتكلم على بدر بنون، بيتكلم على ناصر ماهر، كل واحد عارف هو جاي هيبقى شغله هيبقى ايه، هيشتغل ازاي، وهو حاطط اكيد بلان برضو الناس دي ان هي تبقى موجوده في الماتشات اللي جايه. على اساس ان انت هتدي لو انت مكان موسيماني، تدي الوجوه الجديده اللي راجعه للنادي الاهلي سواء من المعارين او الصفقات الجديده، تديهم من ماتش الكاس يعني من اول ماتش الاتحاد، ولا هتخاف انك انت تغير القماشه اللي معاك مره واحده فيحصل؟ لا يعني صعب ان هو يغير، طبعا صعب ان هو يغير الناس كلها، لكن ممكن في حاجات معينه يعني في مراكز معينه انت عندك نقص فيها، ممكن انت تشتغل عليها ويبقى ليك بديل. يعني انت مش شرط ان هو اللي هيجي ده هيلعب، لا مفيش حاجه اسمها في الكوره كده. انت لازم برضو بتاخد وقت شويه وعلى ما تخش في مع الفرقه، ولان طبعا في بدر بنون جاي اول مره يلعب للنادي الاهلي، في طاهر نفس الكلام، في بيكم بالظبط، في بيكم برضو، لا بس بيكم من ولاد النادي فيعني عنده وبيكم كده كده يعني. شايف ازاي الصفقات الجديده دي يا كابتن؟ يعني ازاي هتضيف للفريق؟ لا انا شايف ان الصفقات فعلا يعني النادي الاهلي بقاله فتره بيمتاز بان هو الصفقات اللي بيجيبها فعلا بيجيبها عشان هو محتاجها، عكس قبل كده. احمد قبل كده كان النادي الاهلي بيجيب نجوم كتير، يعني اي حد بيبقى كويس بيجيبه تمام، لكن دلوقتي الوضع اختلف طبعا. دلوقتي القيمه التسويقيه للانديه الثانيه، في ناس دلوقتي بتشتري لعيبه، وفي ناس بتجيب لعيبه وبتنافسك تمام، فالموضوع دلوقتي اختلف. والفكر بتاع الاداره بدا برضو ان هو يختلف، ان في لعيبه كتيره كانت بتبقى نجوم لكن النادي الاهلي ما بيكلمهاش او ما بيتكلمش عليها. النادي الاهلي عارف هو محتاج ايه، عارف الحاجات اللي عنده اللي هو محتاجها ويقدر يشتغل عليها وعاوزها. حتى الاعارات، لما عندك اعارات مثلا عندك احمد ياسر ريان، عندك اكرم توفيق، الناس دي كلها حتى هم موجودين معاك
لكن كانوا محتاجين ان هم يطلعوا ياخدوا ثقه وياخدوا خبرات والكلام ده كله، بعد كده تبدا تجيبهم ويكون انت اشتغلت على بلان معينه يعني هتستخدمهم امتى وهتستعمل الخامه اللي معاك دي امتى. فانا شايف ان الناس كلها اللي خرجت انا بتابعهم كلهم، الناس كلها اشتغلت كويس قوي. صلاح محسن في سموحه ما شاء الله عليه، يعني ناصر ماهر نفس الكلام نفس الكلام، عاملين موسم هايل في نادي سموحه. أيوة. حتى باشمهندس فرج عامر يعني راجل زعلان جدا، محمد شريف في انبي، يعني القرار اللي الناس دي تطلع عارة كان قرار مهم سليم. جدا. أيوة. جدا في وقتها اللعيب ما بيحسش يعني انا بيتهيالي انه لما اكون بلعب في لابس تيشرت نادي الاهلي وعندي فرصه العب فيرست تيم فلاقي الاهلي بيقول لي هطلعك اعاره مهما كان اسم النادي اللي انا رايح له، ممكن شويه ده يخليني داون، يخلي معنوياتي شويه في الارض. لكن أكيد. لكن لما باخد ورجلي بتبقى في ملعب وبلعب اساسي وباخد خبرات وبلعب بشكل مستمر، ده بيساهم بشكل كبير جدا ان مستواي يطلع فوق، وهنا يبان الاهلي ساعتها. صح. لما بيحتاجني لانه عايز امكانياتي وشايف قدراتي فمحتاجني في المكان ده لاني هبقى مفيد. ممكن ما يكونش بالظبط، ممكن ما يكونش محتاجك في الوقت ده. لكن محتاجك بعد كده. صحيح. فمش عايز ان هو يخسرك، انت ممكن في الاهلي ممكن بالظبط ممكن تاثر على مستواك، فطبيعي ان انت تروح تطلع تتعامل برضو. انت بتروح انديه كبيره زي سموحه زي امبي زي دجله زي امبي، فالفرق دي برضو بتروح بتشتغل فيها وبتشتغل كويس قوي وبتاخد خبرات كويسه قوي. وانا شايف ان فعلا زي ما قلت احمد القرار كان قرار صائب جدا جدا. احمد ياسر ايام برضو اشتغل في الجونه بشكل كويس، اكرم توفيق، الناس كلها اللي مشت من النادي كلها استفادت. تمام. والنادي الاهلي فعلا بيحصل، انديتهم استفادت وهم استفادوا والنادي الاهلي استفاد، فكله يعني المنظومه كلها في صالح النادي الاهلي يعني. صحيح. شايف ازاي حظوظ النادي الاهلي في مباراه السوبر الافريقي؟ طبعا المباراه صعبه برضو، هي توقيتها طبعا هتبقى جايه بعد كاس مصر وموسم طويل، واكيد هيبقى فيه تعب برضو لحد ما للعيبه بتاعتنا. لكن مع الصفقات الجديده دي ان شاء الله باذن الله هيبقى ليها دور كبير. ممكن الصفقات الكبيره دي بقى في الماتش ده بالذات ممكن يبقى ليها دور، لان انت بتتكلمي يا ساره في شهر في ثلاث تقريبا بطولتين، كاس مصر والسوبر، فاعتقد ان اللعيبه الجديده اللي جايه الاعراض دي هيبقى لها دور كبير في ماتش السوبر الافريقي ان شاء الله. طبعا دي لقطات ومشاهد من احتفالات النادي الاهلي، سواء احتفالات الملعب في لحظه التتويج او احتفالات النجوم النهارده ابطال افريقيا في داخل النادي الاهلي. يا احمد ممكن لعيبه كتير جدا يعني تقضي مشوارها وحياتها في الملاعب يا كابتن هاني وما توصلش للحظه زي دي. هو في فعلا جوه النادي الاهلي في فعلا لعيبه كتير كده ونجوم يعني نجوم عند فرقهم لكن ما بطولات صفر. بمناسبه الاحتفالات دي يا كابتن هاني، ما قلتليش عملت ايه لما قفشه جاب الجون كواليس وانت بتتفرج على الماتش؟ انا الناس كلها اتفرجت عليا بصراحه، يعني انا كنت قاعد في مكان كده يعني الناس كلها اتخضت، يعني والله العظيم في ناس كانت قاعده جنبي اتخضت يعني من هو المكان كان هادي شويه، ما كانش كان مطعم يعني وكده، فالناس اتفاجئت قال لك في ايه ومش في ايه وما يعني الناس مش كرويه قوي يعني. أيوة. بس طبعا الفرحه غصب عنك بتطلع حاجه كده جواك. انا حتى بعد ما الماتش خلص طلعت بره في الهواء شويه وعارف اللي انت ايه كان عليك كابت كبير جدا. اه والله العظيم كان عندك شك في اي وقت ان احنا هنحسم المباراه دي؟ بصراحه كنت خايف اول مره مباراه اهلي وزمالك وابقى خايف فيها، مش خايف يعني قلقان قلقان لان برضو نادي الزمالك بصراحه نديلهم برضو حقهم ان هم دلوقتي في توم فورم بتاعهم ماشيين كويس قوي، عاملين تيم كويس بصراحه، وبدا ان هو لحد ما ينافس النادي الاهلي على بطوله زي بطوله كبيره زي بطوله افريقيا ويوصل نهائي بطوله افريقيا، فدي برضو حاجه بتقلقك. وكمان الخسارتين بتوع الماتشين اللي فاتوا، فكان لازم ان المباراه دي ما ينفعش ان انت تخسر باي شكل من الاشكال. أيوة. عشان كده حاله القلق وصلت للجمهور يعني. ايوه على فكره لما يبقى في اكتر من منافس انا ببص لها كده يعني انا البطولات بالنسبه لي مهمه او البطولات بالنسبه لي الممتعه هي البطولات اللي بيحققها الاهلي في جو من المنافسه العاليه. عندي 2 3 4 منافسين جامدين تقال جنب مني واكسب بطوله، ده يديني احساس ان البطوله دي ليها قيمه طبعا.
لكن البطولات اللي بنافس فيها نفسي او البطولات اللي بحس انه الاهلي يغرد منفردا زي الدوري كده. الدوري على فكره احنا كنا بنغرد منفردا، بس الحقيقه خليني اقول لك برضو انه كل ارقام اللي حققها النادي الاهلي بتدل انه حصل على البطوله عن جدارة واستحقاق. طبعا طبعا يعني المنافسين كانوا بعاد عننا، بس ده مش معناه ان هم كانوا ضعاف. بالعكس الاهلي كان الحقيقه من بدايه البطوله وبالذات من بدايات قادر ان هو يعمل عروض قويه جدا، يحقق ارقام كبيره جدا، واعتقد ان البطوله دي من ناحيه الارقام تعتبر يمكن افضل بطوله في تاريخ النادي الاهلي. انت عارف ليه يا احمد؟ عشان النادي الاهلي بينزل كل مباراه دي بطوله بالنسبه له، حتى لو انت واخد الدوري مثلا مظبوط قبلها باسابيع. صحيح ده حقيقه، انا الكلام ده احنا حضرناه واحنا بنلعب. أيوة. النادي الاهلي حتى لو انت حاسم الدوري بتنزل الماتش اللي بعده بتبقى بتموت نفسك، لازم تكسب. وده شفناه بعد ما النادي الاهلي خد الدوري، كان لسه حوالي فاضل 6 اسابيع او 7 اسابيع، اللعيبه بتنزل بتموت نفسها. شفنا ماتش بيراميدز رغم انك عندك ماتشات مهمه في بطوله افريقيا. بالظبط، يعني ماتش بيراميدز ده خير دليل اللي انا بقوله، تلعب ناقص واحد مع فريق تقيل، ناقص واحد وفريق تقيل، وكان عندك مباراه الوداد، فطبعا كل طبيعي ان اي لعيب هيخاف على نفسه هيريح نفسه مش محتاج الماتش ده. بالظبط، فشفنا ازاي قوه الماتش وازاي لعيبه النادي الاهلي كانت مصممه ان هي تكسب المباراه، لكن طبعا ما كسبناش. لكن انت خلاص يعني الموضوع كان منتهي بالنسبه لك، بس اهم حاجه خرجت من المباراه من غير اصابات، وقدرت ان انت تاخد اللي انت عاوزه من المباراه، ورحت برده ماتش الوداد وقدرت تعمل مباراه كبيره جدا هناك. يعني النادي الاهلي بصراحه الفتره دي ما شاء الله ما شاء الله، يعني ربنا كده يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله، وتكون دي مش اخر بطوله، لا لسه في بطولات جايه زي ما الكابتن خطيب قال، وان شاء الله تكون يبقى اللعيبه دي عندها طموح اكبر من كده، ان هي ان شاء الله دي هتفتح لك حاجات كتير جدا زي ما قلنا قبل كده. عندك كاس عالم للانديه وكاس عالم للانديه، انا عايز اقول للعيبه كاس عالم للانديه دي حاجه تانية خالص 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 خالص. يعني انا كنت موجود في اليابان، وضع مختلف نهائي، بتحس بقى ان انت يعني انت مع الكبار بجد. يعني مع الكبار بتلعب فرق كبيره جدا وفرق يعني ماتشات رسميه مع اكبر فرق العالم. بالزبط. يعني بالزبط. مع اكبر نجوم العالم، يعني احسن فرق في في في, في القارات كلها، يعني قاره اسيا، قاره كله ابطال، مفيش حد فريق عادي، كلهم جاي ابطال. يعني بالظبط. وبعد كده يعني انت البطوله كاس العالم دي على فكره يا كابتن احمد برضو فتحت لنا حاجات قبل كده كتير. يعني احنا بطوله ويمبي اللي احنا رحناها دي برضو احنا رحنا ليه؟ عشان انت بطل افريقيا. فانت لما بتاخد بطل افريقيا دي بتفتح لك ابواب كتير جدا جدا جدا. صحيح. فطبعا اللعيبه دي تستحق ان هي تبقى موجوده في البطوله دي، عندها فرصه انها تستغلها احسن استغلال. بالظبط بالظبط. وزي ما قلت كاس العالم للانديه ده يا جماعه حاجه تانية خالص، واجواء تانية خالص يعني غير اللي احنا بنشوفها في مصر. ف يا ريت الناس كلها تركز ان شاء الله في البطوله باذن الله. ان شاء الله. كابتن هاني، من خبرتك الكبيره وكلاعب كوره كبير، بنتكلم على موسيماني وانجاز كبير عمله، وان هو ثالث مدرب في التاريخ يقدر يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا مع ناديين مختلفين. ممكن نشوف او توقعاتك لموسيماني مع النادي الاهلي، ممكن نقول شويه بما ان في ناس بدات تشبهه وهو طبعا لسه بدري شويه بمستر جوزيه وانجازاته مع النادي الاهلي، تتوقع ان موسيماني يعمل سي في قوي مع النادي الاهلي زي مانويل جوزيه؟ اتوقع، مش شرط على فكره ان هو يبقى شبه مستر مانويل في حاجات نفس الفكر او نفس الشخصيه، لا ممكن انت تعمل كيان لنفسك او تعمل شخصيه لنفسك بحاجه تانية خالص. يعني مستر مانو جوزيه كان بياخد بطولات وكل حاجه، وكان ليه فكر بيشتغل بيه مع اللعيبه، ممكن انت ليك فكر تاني برضو بتاخد بطولات برضو بس بشكل تاني، مش شرط ان انت تطبق نفس الفكر بتاع مستر مانويل. الكره دلوقتي بتبقى يعني دراسات، الناس كلها دلوقتي بتتعلم ازاي ان انت في مدارس، يعني جوارديولا مثلا مدرسه، زيدان مدرسه تانية، فاحنا لما بنقعد نتفرج بتتفرج على جوارديولا بتلاقي شكل غير زيدان خالص. مين يعني فيهم؟ انا زيدان طبعا. زيدان انا مدريدي حتى الموت. انا اكتر حد بيشجع جوارديولا في الدنيا. طبعا الاثنين مدربين كبار طبعا، يعني كلنا بنتعلم منهم طبعا. زيدان على كلاعب كوره طبعا، زيدان اسطوره، يعني لعيب مش ممكن يتكرر. مدرب برده جامد جدا. لا مش قوي كده. لا لا قوي، لا قوي، لا قوي، انا متابعه جدا على فكره، و يعاني بشده من بدايه الموسم هاني. بيعاني بس ما تحسش ان النادي يعني ان الريال بيتاثر بلعيب معين. حتى كريستيانو لما مشي قدر ان هو يعمل تيم كامل، وقدر ان هو يشتغل بالكره الجماعيه. يعني دلوقتي يا احمد الكره دلوقتي ما بقتش تعتمد على واحد. لا دلوقتي انا شايف ان يعني حتى الماتش اللي فات بتاع الانتر بيلعب من غير راموس، من غير بنزيما، بيلعب من غير لعيبه كبيره،
وانت حاسس بتتفرج ان الريال مش ناقصه حد. فدي على فكره دي برضو يعني بتبقى ميزه تحسب لمدير طبعا الفعل. طبعا امال ايه، عكس في مدربين تانيين بيعتمد على نجم واحد. أيوه. ولو غاب طبعا برشلونه ميسي لما مستواه بيبقى بيقل شويه او مبقاش موجود طبعا الفرقه تحس ان الفرقه انهارت، وده حاجه غريبه احنا اول مره نشوفها في برشلونه، وده برضو بيعتمد على زي ما قلنا على قدرات المدير الفني. صحيح. طب هبعد عن الكره شويه تسمح لي. أه طبعا. وليك حق الرد او لو عايز نفويد السؤال ده هنعدي. لا اوكي. انا لما كنت الحقيقه يمكن لما بيبقى في نهايه مشوار ومشوار يكون ناجح، يعني يكون اخر المشوار ده حققت الهدف بتاعك، بترن في ودنك حاجات كتيره جدا حصلت طول المشوار ما بيحصل. يعني لما خلصنا بطوله الدوري ونجح الاهلي ان هو يفوز بيها قبل ما تخلص بست سبع ماتشات، ولما امبارح وصلنا لبطوله افريقيا وصلنا فاينل وكسبنا البطوله، رن في ودني كده كلام كتير جدا كنت بسمعه طول الموسم كان بيستهدف النادي الاهلي، فرقه النادي الاهلي او مشوار النادي الاهلي. تعطيل اه، تكسير ماشي، يعني ما اعرفش ايه الهدف منه لكنه ما كانش منطقي في وقتها. ولما كنت بطلب حتى من امبارح مثلا كان معانا من استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره، كان معانا العميد محمد مرجان مدير التنفيذي، للناس انها ترد على الاصوات دي، اصوات من النوع كانت بتقول لك الفرقه بتاعت الاهلي فيها حاجه غلط، الفرقه بقت فاضيه ما فيهاش نجوم، في مشاكل كتيره في اوضه اللبس، في مشاكل كتيره في مجلس الاداره ده، والمشوار يعني واحنا ماشيين مشوارنا يعني كنت ماشي كويس كمان. كنت ماشي كويس جدا. كنت ما فيش اي منطق مبرر او اي مبرر انك تسمع حاجه زي كده. هل تشوف انه الحاجات الكلام اللي من النوع ده محتاج ان احنا نرد عليه دلوقتي بعد ما المشوار خلص والاهلي حقق كل الاهداف، ولا انت برضو من مدرسه لا ملوش مفيش داعي ان احنا نرد؟ ما انت رديت خلاص خدت البطوله، فهو ده احسن رد. ده احسن رد بجد والله. لا ما بتبقاش بالنسبه لك علامه استفهام يعني في وقت من الاوقات، او يعني شوف حاجات كلام بيتقال ملوش مبرر او ملوش منطق، ما بيبقاش بالنسبه لك حاجه مش مفهومه او مقبوله؟ يا احمد انا قبل ما اجي القناه هنا كنت برد، كنت برد بجد يعني. انا حاسس ان انا فعلا من ابناء النادي الاهلي، وفعلا لما كنت بشوف حاجه بتمس النادي الاهلي انا فعلا دي حاجه بتاثر فيها شويه، وانا عارف يعني انا عشان لعبت في النادي الاهلي ولعبت في نادي الزمالك، فببقى عارف ان اللي بيتقال عن النادي الاهلي او الكلام اللي بيطلع من النادي الاهلي مش صح. دي فعلا حقيقه، وانا حتى قلتها في برنامج قبل كده وناس كتير زعلت مني، لكن دي هي الحقيقه. النادي الاهلي فعلا يا جماعه، مش هقول النادي الاهلي 100% كل حاجه فيه صح، لكن الناس دي فعلا بتتعامل بما يرضي الله، بتتعامل باحترافيه كبيره جدا. وشفنا الكابتن خطيب، يعني كابتن خطيب يعني الراجل ما فيش حد بيختلف عليه، يعني كابتن خطيب الناس شفنا الناس بتعمل ازاي مع كابتن محمود خطيب، وكابتن خطيب قيمه كبيره جدا وراجل يعني ما حدش يختلف على اخلاقياته طبعا. وعلى ادبه وعلى احترامه، وهو لعيب وهو حتى في الاداره، لكن احنا كلنا عارفين ان دي خطه يعني مدروسة، وعارفين هم عايزين ازاي يخشوا يخترقوا النادي الاهلي، لكن انا عارف ان جمهور النادي الاهلي مش هيسمح بحاجة زي دي، واحنا دورنا كاعلاميين ان احنا هنقول مش هنرد بنفس الاساءة وبنفس الاسلوب، لان ده مش طبعنا وده مش اخلاقنا ودي مش تربيتنا في النادي الاهلي، لكن احنا بنرد في الملعب. ولو انتوا بتتكلموا ان في النادي الاهلي في حاجات زي ما انتوا بتقولوا في مشاكل وفي النادي الاهلي عمره ما هيوصل البطولات اللي بياخدها دي او الارقام الكاسيه اللي هو بياخدها دي، لكن احنا ما بنتكلمش، احنا ردنا في الملعب ده اللي اتعودنا عليه في النادي الاهلي، وده هيفضل حتى بعد كابتن خطيب وبعد اي حد هيجي بعد كابتن خطيب، هي دي سياسه النادي الاهلي، ان احنا ممكن يردوا على بعض على السوشيال ميديا، لكن كحد مسؤول يطلع يرد على حد من الناحيه الثانيه انا شايف ان دي يعني مش محبذة قوي، لكن بيجي عليك اوقات كده عارف احمد خلاص بقى يعني بتتضايق، او الموضوع ممكن يجي في حته يعني عائليه شويه او بتاع، فغصب عنك انت من جواك بتبقى عايز ترد. فطبعا اي حد بيرد من حتى لو حد مسؤول فاحنا مش هنلومه، لان يعني انت احنا رد فعل يعني حتى صحيح. اللي بيحصل امبارح من شيكابالا، انت برضو في جماهير كتير من النادي الاهلي بتقول ان ما يصحش كذا 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 كذا، لكن انت اللي اجبرت ان الناس تعمل معاك كده، والنادي الاهلي طال عمره رد فعل، عمر النادي الاهلي ما طلع اتكلم على حد وحش او هان حد، الا انت بدات بالاهانه دي. صحيح. ومناسبه كلامنا حتى يمكن كنت بتكلم مع كابتن هاني قبل الفاصل، يمكن دي حاجه برضو بتميز النادي الاهلي، وانت لعبت هناك وعارف
انه حتى لو حصل غلطه او حصل اساءه من اي حد من لعيبه النادي الاهلي، اول حد بيبادر ب يعني التعنيف او بانه يكون في عقوبه او اي شكل من اشكال الردع يعني، بيكون اداره النادي الاهلي قبل ما تكون من اي حد من القائمين على المنظومه. ودي حاجه برضو تحقيقة طبعا تحترم طبعا وتقدر من النادي ودي الاهلي. مش موجوده في الناحيه الثانيه يعني، دي مش موجوده ومش مرتبطه بمجلس اداره معين ومش مرتبطه بشخص معين، دي سياسه نادي وثقافه بيتم التعامل بيها جوه النادي الاهلي طبعا. واحنا كجمهور على فكره يعني، جمهور النادي الاهلي دلوقتي بقى واعي جدا وعارف ازاي ان انت اللعيب بتاعك ازاي ان لو طلع منه كلمه او طلع منه حاجه ان هي تعمل مشكله او تضايق حد من الناحيه الثانيه، اكيد هم هيرفضوا حاجه زي دي. فطبعا هي المنظومه كلها زي ما قلنا هي فكر واحد، حتى الجمهور اللي بيتفرج على النادي الاهلي او بيتابع النادي الاهلي من كل مكان في العالم هو عارفين ان النادي الاهلي يا جماعه مبادئ مبادئ مبادئ. كان وانت بتشوف الهجوم ده طول الموسم ده يا كابتن هاني، كان عندك اي تفسير انه ليه ده بيحصل بالشكل اللي يبان ممنهج بالطريقه دي على النادي الاهلي في وقت الاهلي عامل موسم قوي جدا؟ هو زي ما قلت، هو عايزين يخترقوا النادي الاهلي باي طريقه. هم شايفين ان السوشيال ميديا دلوقتي بقت عامل رئيسي في تغيير الاراء في على السوشيال ميديا، وشايفين ان هم عايزين يدخلوا النادي الاهلي من عن طريق الحته دي. فطبعا جمهور النادي الاهلي واقف لهم بالمرصاد يعني، ما هتحاول ان انت تتكلم عن النادي الاهلي او تقول حاجه، هم جمهور النادي الاهلي بيرد، مش محتاج الجمهور بس لو يفتح له ابواب المدرجات مره ثانيه. بالظبط بالظبط. وعلى فكره في اوقات كتيره جدا لما بيبقى في نوع من يعني من انواع الكلام او الهجوم على النادي الاهلي بالشكل ده والجمهور بيحس انه مش منطقي، بنلاقي كتير من الجماهير بتطالب بتقول افتحوا ابواب المدرجات، احنا محتاجين نرد في المدرج. طيب هاخدك لناحيه ثانيه مرتبطه بالفوز بالبطوله دي. يعني من اول الفية الجديده ما بدات من بطوله 2001 لما كنا بنحقق بطوله ما كانتش بتغيب عننا فتره طويله، يعني 2001 يمكن غابت شويه لغايه 5 خدناها 6 7 وصلنا نهائي بس ما توفقناش، 8 وصلنا نهائي وكسبنا البطوله، وبعد كده 12 وخدناها 13. هل شايف انه الجيل ده مؤهل انه يعني يكرر نفس الانجاز، انه البطوله السنه الجايه نبقى مؤهلين ان احنا نفوز بيها، وايه اللي محتاجينه عشان نقدر نحقق الانجاز ده؟ مش عايزين بقى قصه 7 سنين تاني لا وكدا. انا متوقع ان شاء الله مش البطوله مش هتخرج من النادي الاهلي تاني باذن الله. يعني انا شايف ان النادي الاهلي تقريبا خلاص في استقرار على مستر موسيماني الفتره اللي جايه، ان الراجل خد بطوله غاليه جدا جدا جدا، والراجل محتاج ان هو ياخد فرصه ومساحه اكبر من كده. واعتقد ان في ثقه كبيره جدا 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 من جمهور النادي الاهلي ومن مجلس اداره النادي الاهلي على استقرار مستر موسيماني ان هو يفضل موجود. والراجل نفس الكلام برضو، الراجل حابب ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي، وحتى الكلام امبارح قال لك انا لما جيت حسيت ان انا موجود في بلدي، وحسيت ان انا بقالي فتره كبيره موجود في مصر، ودي طبعا حاجه ما بتعيشهاش غير في النادي الاهلي. الراجل تقريبا كل الامكانيات موجوده ان هو يشتغل، عنده متطلبات اكيد النادي قاعد معاه وحدد له الناس الاحتياجات اللي هو عاوزها، واكيد فعلا لبوا له طلبه باللعيبه اللي هي الاعارات اللي جات، واكيد لو في حد تاني هو محتاجه ده في مش عايزين نتكلم بقى، لان احنا كل طول ما بنتكلم في الموضوع ده بيقف يعني. طبعا نتمنى طبعا الصفقه دي تخلص طبعا، لان الصفقه مهمه طبعا للنادي الاهلي برده، والنادي الاهلي كمان السكواد اللي معاه احمد برده انا شايف ان هم محترمين جدا جدا, جداً. بس برده انت محتاج تدعيم برضو. بس ال7 8 اسماء اللي دخلوا السكواد السنه دي اضافه كلهم طبعًا. اضافات كبيره جدا ومؤثره جدا طبعًا. هيأثروا بشكل ايجابي ان شاء الله، وده اللي نتمناه. طبعا فاتوقع ان شاء الله باذن الله ان دي بدايه زي ما قلت قبل كده، دي بدايه لحصد البطولات للنادي الاهلي لفتره طويله ان شاء الله باذن الله. واحنا في ظهر اللعيبه دايما، وكلنا بنشتغل عشان خاطر اللعيبه تبقى كويسه، حتى لما بننتقد حد في الدستور التحليلي بننتقده عشان تبقى كويس، مش عشان احنا في حاجات كتيره كنا بنتكلم فيها، وفعلا امبارح الحاجات دي ما شفناهاش خالص في المباراه. فاحنا يا جماعه كلنا قناه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في ظهركم، وهتكون سند كبير ليكم ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله. العشره يا اهلي بقى ان شاء الله. من دلوقتي ان شاء الله باذن الله. مبروك مره ثانيه يا كابتن هاني، مبروك لينا كلنا، ومبروك لكل شخص ينتمي للنادي الاهلي.
مبروك ل 80 مليون اهلاوي الحقيقه، مبروك من حقنا كلنا ان احنا نفرح، من حق كل واحد فيكم انه يكون مبسوط، من حق كل واحد فيكم يتعشم من دلوقتي ويتمنى دلوقتي ويطمح من دلوقتي طبعا في بطوله السوبر الافريقي وكاس مصر وكاس العالم للانديه. من بكره نبتدي شغل بقى ونرجع نتابع اخبار فرقتنا، وان شاء الله باذن الله عندنا ماتش مهم جدا يوم 5 مع الاتحاد، مباراه هتكون مش سهله على الاطلاق، محتاجه شغل ومحتاجه تحضير. كل التوفيق لنجومنا، نبارك لكل أهلاوية، وإن شاء الله بإذن الله الموسم ده لسه هتكون فيه مزيد من البطولات. تحياتنا لحضراتكم ونقابلكم بكرة إن شاء الله في السادسة.